بنتخانق مع بعض هنروح فين بعد الموت، بس قليل جدا اللي سأل كنا فين اصلا قبل ما نيجي وكنا بنعمل ايه، وهل احنا اللي اخترنا مصايرنا قبل ما نتوجد؟ اول واهم التساؤلات الوجوديه اللي شغلت بال الاجداد وجدود الجدود هو السؤال اللي بيقول كنا فين قبل ما نتولد ونيجي لهذا العالم، وليه اتفرض علينا الوجود والمجيء للدنيا على سبيل الاختبار، في حين ان معظمنا غير مستعد لصعوبة التجربة وألم الامتحان على الأقل من وجهة نظره. يعني مثلا الطالب اللي بيمتحن في مادة بيذاكرها ده طالب يختار انه يتعلم، وعشان يتعلم لازم يختبر، وهنا الموضوع تم بمحض إرادته واختياره، لكن اختبار وجودي في حياة بأكملها ويترتب عليها مصير أبدي فيه ما لا نهاية من النعيم والراحة أو ما لا نهاية من العذاب، فهنا الموضوع من وجهة نظر البعض مش عادل، لدرجة ان البعض الحد وقفر بالأديان وأنقر خالقها بسبب السؤال ده اللي مفيش إنسان على وجه الأرض غير وسأله لنفسه. وبيحضرني هنا نقاش دار بيني وبين صديق مسيحي بينا وبين بعض مودة ومحبة وعشرة طيبة، لدرجة اننا صارحنا بعض وقلت له بما اننا احنا الاتنين مختلفين في العقيدة، غالبا حسب عقيدتي وعقيدتك مصيرنا الأبدي بعد الموت مش هيكون واحد، إلا لو كان هناك أمر مجهول دبره الإله في علم الغيب ممكن يكون شايل لنا مفاجأة سارة تخلينا على اختلاف عقائدنا نستقر في مكان واحد، أسأل الله أن يكون الجنة مش النار، لأن الجنة لو كانت قاصرة على عقيدة أو جماعة معينة فالجحيم بكل أسف بيتسع للجميع. فضحك صاحبي وقال لي أنا في سؤال تاني أصعب شغل بالي، إذا كان ربنا كلي المعرفة وعارف كل شيء حصل وهيحصل يبقى خلقنا ليه؟ يعني لو مصائرنا محسومة ومعروف مين اللي هيبقى صالح ومين هيبقى فاسد ومين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار، يبقى ايه لازمة الاختبار من البداية؟ فقلت له الاختبار ده لينا مش لربنا، هو يعلم لكننا لا نعلم، وهو اللي بيختبر لكن احنا اللي بنختبر، وبالتالي منطقي ان هو يكون عارف واحنا مش عارفين. فقال لي طيب بما انه هو عارف ان في ناس لما تتخلق وتنزل الارض هتبقى عاصية وتستحق النار، يبقى خلقهم ليه إذا كان طول الوقت بيوصف نفسه بالرحمة؟ ما كان أولى بيه إن هو ما يخلقهمش من الأول ويريحهم ويريح العالم منه، وبعدين إذا كان هو عارف مصايرهم والموضوع عنده محسوم يبقى لزمه إيه يخلقهم وبعدين ينبههم ويحذرهم ويبعت لهم أنبياء، وهو كده كده عارف إنهم مش هيأمنوا ولا يقتنعوا بما إن هو كلي المعرفة، يعني هو خلقهم وهو عارف نهايتهم وقال أنا هحذرهم وهبعت لهم أنبياء وصالحين عشان ابقى غسلت ايدي من ذنوبهم ومن نهايتهم. طب ما هو اللي خلقهم برضو في النهاية. اعتقد جزء من حضراتكم بيقول حاليا بينه وبين نفسه ايوة فعلا انا فكرت في الموضوع ده قبل كده بس ما لقيتش اجابة، والبعض الاخر من حضراتكم ممكن يكون سرح في الكلام وحس بشتات وحيرة ودار في دماغه الف سؤال، ده غير ناس اكيد هتشعر بالغضب والتحفز وحاسين ان الدم بيغلي في عروقهم لما سمعوا الكلمتين دول، لكن في النهاية زي ما قال المفكر والكاتب الراحل دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في كتابه السر الاعظم، ليس انسانا من لم يتوقف يوما ليسأل نفسه من اين جئت والى اين سأذهب، اكان لنا وجود قبل الميلاد وماذا كنت قبل ان اولد وماذا بعد الموت، وغيرها من أسئلة كثيرة ليس إنسانا من لم يحاول حل ألغازها وكشف أسرارها ليستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندي جواب، فالمسألة ليست طرفا فلسفيا وإنما هي كل شيء وسوف يتوقف عليها كل شيء. بالنسبة للعقيدة المسيحية تحديدا بحسب موقع الأنبا تيكلا اختلفت المسيحية مع الفلاسفة ومع العقيدة الإسلامية في مسألة الروح، فعلى سبيل المثال لما قال الفيلسوف اليوناني أفلاطون أنه قبل خلق الأجساد كانت الأرواح في عالم المثل وهي تهبط لتحل في الأجساد، وجي بعد منه العلامة المسيحي أوريجينوس وتكلم عن وجود النفس السابق للجسد، تم حرمانه ومعاقبته من الكنيسة على هذا الاجتهاد اللي شافت الكنيسة أنه مناقض للمسيحية، وتم أيضا حرمان تلاميذه اللي تأثروا بكلامه على الرغم من دوره الفعال في الاهتمام بالكتاب المقدس، لدرجة أن البعض اعتبر أوريجينوس أمير شراح الكتاب المقدس، لكن كل ده لم يشفع له لأن الكنيسة رفضت تماما فكرة خلق الله للأرواح وقالوا إذا كانت الأرواح مخلوقة فلماذا نعمد الأطفال؟ لأن العقيدة المسيحية بترى بحسب ما جاء في كتاب الأرواح بين الدين وعلماء الروح للبابا شنودة الثالث في الفصل اللي بعنوان هل الروح مخلوقة أم مولودة، إن مفيش أرواح بيتم خلقها لكل إنسان بيتولد، ولكن العملية عملية ميلادية حيث تتتابع الأنسال منذ بدء التزاوج بين آدم وحواء، ومن ساعتها بيتولد الجسد والروح مع بعض،
وبتعتبر العقيدة المسيحية إن أبونا آدم لما وقع في الخطية وأكل من شجرة المعرفة لما كان في الجنة دخلت الخطية إلى العالم، وأصبح كل نسل آدم بيتولدوا بنفس الطبيعة الخاطئة الفاسدة اللي ورثوها من أبوهم آدم، وهكذا يولد الإنسان بجسد نجس خاطئ ترجع نجاسته لطبيعة آدم اللي أخطأ وإحنا في صلبه. وده سر تعميد الأطفال في العقيدة المسيحية حتى يتبرر الطفل من الخطية الجدية اللي بتعود للجد يعني. وبالتعميد يموت الإنسان العتيق اللي ورث الخطية ويبطل الطفل اللي بيتم تعميده أثر هذه الخطية ويقوم إنساناً جديداً بعد أن يلبس المسيح. وده عكس العقيدة الإسلامية اللي بترفض فكرة ميراث الخطية، وكل إنسان فيها مسؤول عن نفسه وأقواله وأفعاله وحده وملوش دعوة بخطية أبونا آدم. ده غير أن العقيدة الإسلامية ما عندهاش التعميد لأن المسيح فيها نبي وليس إله ولم يصلب لفداء البشر. وطبعاً لكل عقيدة تفاصيلها الخاصة بها، والأتباع حرية الاعتقاد فيها كما يشاءون، وللجميع كامل الاحترام. ومش موضوعنا هنا المقارنة بقدر ما طرحنا سؤال وبنبحث عن إجابته في كل العقائد، وبنستعرض هذه الإجابات من مصادرها المتعددة والمختلفة. طيب ده بالنسبة للعقيدة المسيحية، يا ترى العقيدة الإسلامية بتقول إيه؟ في مسألة أين كنا قبل أن نولد، بترى العقيدة الإسلامية أن الله حين نكون أجنة في بطون أمهاتنا بيخلق فينا الروح، حيث أن الروح لا تولد مع الجسد كما تعتقد العقيدة المسيحية، ولكن بتنفخ من خلال ملك الأرحام، وذلك بحسب الحديث النبوي الذي رواه الصحابي ابن مسعود وورد في البخاري ومسلم، وبيقول نص الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. يعني بيقعد وهو علقة 40 يوم تانيين غير 40 يوم وهو نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني بيقعد 40 يوم آخرين، ثم يرسل إليه الملك أي بعد 120 يوم يعني في الشهر الرابع فينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات عن هذا المخلوق اللي بيتكون: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب قبل ما الروح تتنفخ فينا وإحنا أجلنا في بطون أمهاتنا في الشهر الرابع من الحمل، كانت فين هذه الروح وكنا بنعمل إيه؟ هنا بقى في نقاش وتفكير في غاية الخطورة دار بين الفكر الفلسفي والفكر الإسلامي. الفكر الفلسفي قال عن مسألة أين كنا قبل أن نولد إن لو ربنا هو اللي خلق كل شيء، سواء الكواكب والنجوم والمجرات والجبال والبحار والنبات والجماد وكل الخلائق بمن فيهم البشر، وإننا قبل الخلق ده كنا عدم وملناش أي وجود أو أثر وربنا هو اللي أوجدنا، وبما إنه جابنا من العدم يعني ما خلقناش من حاجة كانت موجودة وبعدين هو مثلا عمل عليها تعديلات أو أعاد تصنيعها، وبالتالي في هذه الحالة حسب الفكر الفلسفي نبقى احنا كلنا منه، وبما اننا كلنا منه يبقى لما بيأمرنا اننا نعبده هو كده في حقيقة الامر بيعبد نفسه بنفسه لاننا جزء منه اوجده من العدم، وبالتالي لو دخلنا الجنة يبقى هو كده بيكافئ نفسه، ولو دخلنا النار يبقى بيعذب نفسه بنفسه لان الحكاية كلها منه واليه. اوبا، ايه بقى الكلام ده؟ كلام غريب ومرعب ومرهق للعقل. وعشان يلاقي الفلاسفة حل للمعضلة دي توصلوا لنظرية غريبة ومذهلة بتقول إن العالم قديم لا بداية له، لأن العالم لو ما كانش موجود وبعدين اتوجد فده معناه وفقاً للفكر الفلسفي إن الإله ما كانش قادر إنه يوجده في الأول وبعدين قدر إن هو يوجده، أو ما كانش عايز إن هو يوجده بس بعدين تغيرت إرادته وأراد إن هو يوجده. واعتقد الفلاسفة بهذه النظرية اللي بتقول إن العالم قديم منذ قدم الله إن هم وجدوا مخرج لمأزق إن ربنا خلق العالم وبالتالي نبقى إحنا كلنا جزء من ربنا، لكن ده في حقيقة الأمر خلق أزمة أكبر، لأن لو الإله أزلي لا أول له فهم كده ساووا بنظريتهم بين الإله وبين العالم في صفة الأزلية الأولية، زي ما الإله أول لا أول له خلوا كذلك العالم نفس المواصفات وبالتالي ساووا بين ربنا وبين العالم. ده غير إنهم نفوا عن الإله صفة الخلق، وبكده ما يبقاش الإله هو الخالق المصور البارئ المدبر لهذا الكون. عشان كده هاجمهم وكفرهم الإمام أبو حامد محمد الغزالي في القرن الخامس الهجري والقرن الاثناشر الميلادي، وكتب كتاب تهافت الفلاسفة
اللي رفض فيه نظرية إن العالم قديم. وعلى الرغم من إن الإمام الغزالي كان فيلسوفاً ودارساً للفلسفة، إلا إنه اعتبر إن محاولة الفلاسفة في إدراك شيء غير قابل للإدراك بحواس الإنسان ده أمر منافي لمفهوم الفلسفة نفسه. لكن الإمام والقطب الصوفي محي الدين ابن عربي اللي اتولد بعد الشيخ الغزالي بحوالي 50 سنة في الأندلس ودرس الفلسفة أيضاً، حاول يوفق بين نظرية الفلسفة وبين العقيدة الإسلامية عشان يحاول يفهم إزاي ربنا هو اللي خلق كل شيء وفي نفس الوقت إحنا منفصلين عنه. ده غير إجابة السؤال المثير، كنا فين قبل ما نتولد؟ في كتابه السر الأعظم قال دكتور مصطفى محمود نظرية محي الدين ابن عربي وحلل هذه المسألة الشائكة، وقال: هل نحن أمام وحدة وجود مطلقة والله هو المعبود الوحيد والموجود الوحيد وكل شيء منه، وهو بذلك يكون عابداً لنفسه وهيكون التكليف والحساب والجزاء علامات استفهام لا معنى له، أم نحن أمام ثنائية أزلية فهناك الله وهناك ما هو سوى الله، هناك الرب والعبد أزلاً وأبداً؟ يعني إيه؟ ببساطة شاف ابن عربي إن الله قديم وأزلي ولا يسبق شيء، لكن في الوقت نفسه إحنا كمخلوقات سواء كنا بشر أو ملائكة أو حيوانات وغيره من المخلوقات كنا في علم الله من الأزل وتحت هيمنته، لأن ربنا زي ما هو قديم وأزلي ولا يسبقه شيء، علمه كذلك أزلي ومرتبط بوجوده. غير البشر مثلا اللي بيتولدوا مش عارفين حاجة ومع تطور الوقت بيكتسبوا العلوم والخبرات والمعارف، الإله مش كده. الإله اللي ملوش نقطة بداية وموجود قبل خلق الزمان والمكان، علمه كذلك ملوش نقطة بداية وعارف طبيعة الوجود والخلق بكل تفاصيلها، أي لم يستجد عليه شيء، أو إنه مثلاً جت فترة ما كانش عايز وبعد كده غير وجهة نظره فقرر إن هو يعوز. عشان كده قال ابن عربي إننا قبل ما نيجي لعالم الوجود كنا أعيان ثابتة في العدم، والأعيان الثابتة هنا المقصود بيها النفس وجوهرها العميق. والعدم اللي كنا فيه مش معناه انعدام الوجود تماماً، لكن مقصود بالعدم هو انعدام الوجود المادي، لكن في الوقت نفسه احنا كنا موجودين كأعيان ونفوس عميقة في علم الله. العدم بقى اللي كنا فيه هو الشق الآخر المطلق المقابل للوجود الإلهي المطلق، زي الظلام المقابل للنور أو النفي المقابل للإثبات. وشبه ابن عربي الموضوع زي ما نكون احنا في عالم العدم كأعيان ثابتة أو نفوس عميقة ملهاش وجود مادي، فبصينا للوجود المطلق اللي كان بالنسبة لنا زي المراية فرأت جميع الأعيان والأنفس صورتها في مرآة الوجود، فأصبحت ممكنات لكل منها وجه للعدم ووجه إلى الوجود يتلقى الفيض من الله، وأدركت نفسها في مرآة الله وكانت من قبل تجهل نفسها في العدم. طيب هل النفس اللي ملهاش وجود مادي تعرف تشوف نفسها في العدم؟ أكيد لا، لكن لما شافت حقيقتها في مرآة الله تشوقت إلى الوجود وإلى الخروج من العدم، فطلبت من الله أن توجد، فرحمها الله وأوجدها وأعطاها لبسة الوجود، فأخذت كل عين من الأعيان الثابتة والنفوس العميقة الصفات اللي بتناسبها، وبعد أن أفاض الله على الكل من وجوده اللانهائي قبل كل واحد من هذه الأنفس ما قبل، واختارت هذه الأنفس اختيارات وجودها حسب حقيقتها اللي هي كانت فيها قبل ما نتولد ونخلق في الوجود. وبيقول الحديث النبوي الشريف: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. وبحسب نظرية ابن عربي لم يظهر فيك من أحوال القدر وصفاته إلا حكم عينك وذاتك، وكما كنت في ثبوتك ظهرت في وجودك، بل أنت ما قابلت في العالم إلا صفتك، وما قضى الله عليك إلا بما أضمرت أنت في مرادك، ولم يعطق الله إلا ما كان في نيتك، ولا حرمك الله إلا مما حرمت منه نفسك. ومعنى هذا أن قضاء الله المثبت بعلمه الأزلي تابع لأهلية الأعيان الثابتة وجواهر النفوس واستعدادها وما أضمرته منذ الأزل من قبل ما نتولد. بمعنى أوضح، قضاء ربنا مش مفروض علينا ولا مقحم في حياتنا. يعني باختصار ما ينفعش نقول ربنا خلقني بخيل أو شرير وما ليش ذنب في ذلك، لأن جوهر نفسك حسب نظرية ابن عربي كان كده في الأزل قبل ما تتوجد وقبل ما تبقى موجود. كل ما في الأمر إن ربنا أوجد لك الجسم المادي اللي بيستقبل هذه النفس اللي هي كانت موجودة وبيخيرك بين الخير ولا خير، ما عندوش شر، إحنا اللي أوجدنا الشر لما اخترنا اللا خير، وقابلية نفسك هي اللي بتختار. وده بيفسر الآية القرآنية الكريمة اللي بتقول في سورة الشمس: ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن كل شيء كان قديما أزليا في علم الله الذي لم تبلغه باقي المخلوقات، وكل هذه المخلوقات كانت لها نفوس في العدم تتوسل إلى الخالق أن يوجدها. فخلقنا الله في الأجساد اللي نستحقها وتناسبنا حسب جواهر نفوسنا اللي كانت موجودة وإحنا في العدم. ففي أنفس كانت تستحق أو مهيئة إن هي توجد في جسد ملائكي نوراني فأصبحت ملائكة، وأنفس كانت بطبيعتها نارية فأصبح منها الجان، وأنفس أصبحت منها الحيوانات، وأنفس أصبحت منها البشر بحسب استعدادات الأنفس قبل بدء الخلق. أربط بقى كل الكلام ده بالحوار الشهير اللي دار بين رب العزة وملائكته قبل خلق آدم حسب سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني إيه أعلم ما لا تعلمون المذكورة في الآية؟ المقصود إننا كنا موجودين في علمه الأزلي، يعني ربنا كان في علمه الأزلي القديم قبل ما يخلق أبونا آدم إن لسه في مخلوق وذرية من بعده ما تخلقوش موجودين في علمه، وجي دور إن هو يخلقه، فأخبر الملائكة إنه هيخلق خليفة جديد، لأن علم ربنا مش مجرد زي ما قلنا أمر طارئ أو أمر مستجد، لأن الإله ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا ينمو إلى علمه علم جديد ولا تضاف لإرادته إرادة جديدة. كل حاجة في علمه وإرادته أزلية معاه من الأول، مش علم بيستجد أو فكرة جديدة بتطرق عليه فبيفكر ينفذها. أما فيما يتعلق بالآية الكريمة اللي بيقول فيها الله سبحانه وتعالى لعبده ونبيه زكريا في سورة مريم: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالمقصود بلم تك شيئا هنا إنك كنت عدم، بمعنى لا وجود مادي لك، لكنه في الوقت نفسه كان موجودا في علم الله الأزلي، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد تحاور معنا منذ زمن بعيد قبل حتى ما نتولد، قبل أن يحين الميلاد الحالي اللي بنعيشه في هذا العالم أو هذه الحياة الدنيا، كما أخبرنا في سورة الأعراف قائلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومعنى الآية أن الله عز وجل بعد ما خلق جسد أبونا آدم من صلصال من طين ثم نفخ فيه من روحه وصار بشرا، مسح ربنا سبحانه وتعالى على ظهر أبونا آدم فنزلت من صلب كل البشرية اللي هتتخلق لحد يوم القيامة، ووقفنا كلنا بين إيديه في مقام الربوبية واتكلم معانا وإحنا في حضرته وقال ألست بربكم؟ حد معترض أو بينكر؟ طبعا كلنا شهدنا وقلنا نشهد أنك أنت الله. قال طيب افتكروا الكلام ده كويس وافتكروا اني شهدتكم، عشان هيجي يوم القيامة وهفكركم بالكلام ده. منكم اللي هيقول سامحني يا رب انا كنت غافل، ومنكم اللي هيقول اهلنا يا رب هم اللي كفروا بيك واشركوا واحنا اتولدنا لقيناهم كده وهم السبب، ما تاخدناش بذنوبهم احنا ملناش دعوة. لا، الكلام ده احنا قلناه قبل كده وحذرتكم وشهدتكم. الكلام ده كان فين؟ كان حسب الحديث النبوي في عرفة بمكة، والعالم اللي كنا بننتمي إليه وقتها اسمه عالم الذر. وحسب الحديث النبوي الشريف القائل: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، ونعمان المقصود بها عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنصرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فتلا فقال ألست بربكم؟ فقالوا بلى، شهدنا. وعندما حضرنا هذا الموقف كان ذلك بمثابة الحياة الأولى، ثم أعادنا الله عز وجل حتى تحين لحظة ميلاد كل منا، كان ذلك بمثابة الموت الأولى، ثم نفخت فينا الروح في الأرحام وجئنا لهذه الدنيا مرة تانية، فكان ذلك بمثابة الحياة التانية، ثم نموت مرة أخرى حين يحين الأجل، وهو ما يفسر قوله تعالى عن مشهد يوم القيامة حين يقول الكافرون: قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا
فهل إلى خروج من سبيل؟ وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن كانت هناك حياة قبل هذه الحياة، حياة ربما التقينا فيها ببعضنا البعض وتعارفنا، بل وقد نكون أحببنا وتوعدنا أن نخلص الوعد. وزي ما بنبكي لما الموت بيخطف حد بنحبه ويكون عزيز علينا ويبعده عن دنيانا، جايز تكون لحظة ميلادنا هنا كان معناها فراق وانفصال عن ناس تانية بنحبهم في العالم اللي جينا منه، زي ما جايز أيضا إن لحظة موتنا هنا هتكون لحظة مقابلة مع ناس واقفين هناك مستنيننا على البر التاني من الوجود. والأكيد في كل ده إن كل موت في وراه حياة، وكل وداع في وراه لقاء، بس المهم هنتقابل فين. وأخيرا وليس آخرا، حاولنا نجاوب على سؤالنا باستعراض العديد من الآراء والاجتهادات من مختلف الكتب والمصادر الدينية والفلسفية. وإذا كانت الفروقات والاختلافات العقائدية سببا في الخلاف والصراع والتناقض بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، فإحنا في الحقيقة هنحاول في هذا البرنامج إننا نجعل من هذه الفروقات والاختلافات جسرا للتواصل فيما يتعلق بالعديد من الأسئلة الغيبية الوجودية اللي بتشغل بال كل البشر وليها إجابات مختلفة في الكتب والمراجع والموسوعات ذات الطبيعة الدينية والفلسفية والعلمية، لنعرض آراء الأديان والعلوم والفلسفة بعد خلاصة الإبحار وتجميع الإجابات من مصادرها المختلفة، بحيث إننا هنعرض كذا إجابة ونقول المصدر الفلاني في هذه المسألة قال كذا، وهناك مصدر آخر قال كذا، وكل مشاهد كريم يختار من مجمل الإجابات ما يناسب قابليته للاستماع والتفكر زي ما يحب، لأن هدفنا مش توصيل المعلومة الجاهزة والإجابة الموحدة بقدر ما هو عرض مختلف الإجابات والإجتهادات على اختلافها وتنوعها على حضراتكم، بحيث إنك بعد ما تختار منهم ما يناسب فكرك وعقليتك تكون في الوقت نفسه كسبت معرفة باقي الإجابات المختلفة الموجودة في العقائد الأخرى، على الأقل من باب الإطلاع والعلم بالشيء في محاولة تجعلك تفهم الآخر كيف يفكر وماذا يقول كتالوج الديني، وتجعل الآخر أيضا يعرف ماذا تفكر وماذا يقول كتالوجك الديني، لنصل في النهاية إلى أفهام تجعل كل منا يعرف الآخر جيدا بشكل يفتح أبواب النقاش والتحاور وليس الصراع والتناحر. حتى لو مش هنقدر نقنع بعض ونشترك في الإيمان، فيكفي إننا نشترك على الأقل في التعايش والتحاور الخلاق، لأن مسألة اجتماع البشر على فهم واحد وإيمان واحد وإجابة واحدة وحقيقة واحدة ده أمر محسوم من الإله نفسه الذي أراد لنا الاختلاف والتنوع الأممي والعرقي والشكلي وغيرها من الاختلافات، وله في ذلك حكمة وإرادة، لكن في النهاية كلنا سنقف بين يديه في ملكوت واحد. أسأل الله أن نعود إليه سالمين وندخلوا آمنين. ياريت ما تحرمناش من اللايك والسبسكرايب للقناة عشان نتشرف بمتابعتكم لباقي الحلقات اللي جاية، ونلتقي قريبا إن شاء الله إن كان في العمر بقية.